البطريق مخلوق بطبيعته للسرعة والجمال تحت الماء. البطريق الأصلي ممتاز جداً، لدرجة أن شركة ألمانية تريد إعادة صنعه كروبوت طائر. النماذج مصنوعة من قضبان ألياف زجاجية وبالونات منفوخة بالهيليوم. هذه البطاريق الطائرة مجهزة بسونار لكي تبحر عبر قاعة الشركة الزجاجية وتتجنب الاصطدام. يقول كبير المهندسين ماركوس فيشر إنهم يصنعون آلات أوتوماتيكية تقلد الحيوانات. نعتقد أن التعلم من الطبيعة جيد جدا للإنسان، لأن الطبيعة تقدم لنا حلولا دائما. يعمل البشر على التصاميم منذ آلاف السنين، وفي الطبيعة أمثلة ملهمة ومبدعة. المصممون هنا يعملون لتقليد الأفضل في هذا المجال، العالم الطبيعي، وهو مزيج مثالي من الشكل والفعالية. خذوا مثلا باراكودا خارقة. الذيل قوي لكنه مرن. لقد ألهمت هذه اللعبة التي تدعى ملتقط القرش. ثلاثية قوائم خفيفة مرنة يمكنها الإمساك بأي غرض بدقة لا متناهية. لا تطبيق عمليا للبطاريق بعد. ربما ستلهم الفكرة الكبيرة التالية، وهي ما صنعت من أجله.